نحن حاليا في شمال غرب سوريا في بلدة بابسقة، تحديدا في مخيم الشامي، حيث نقوم ببناء كتلتين سكنيتين مؤلفتين من 16 منزل. سوف نقوم بإيواء 16 عائلة من العوائل التي تضررت من الزلزال الأخير. قمنا في بناء هذه الكتل بمراعاة المواصفات والمعايير العالمية، وسوف يتم تجهيزها بما يتناسب مع احتياجات هذه العوائل.